تعريف اسم المولد النبوي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نشين كائم سرمن من غامغ ذي الدين نغض من تعتقد ونسيو التبرات ونغنجة تسخ الرسول صلى الله عليه وسلم الدين بصفة عامة من وميديوسا من ديوي يمسرمن باش هذي العيش نثو ذا عن صباح سواتاس والجمعية صراحة وقصر شادي منوية في قيج التنظيم يشنا سواتاس والحضور تغدي المستوى تركين ومثنى أحمد بوطالب منشيد زياء الريف تركين مايسترو ومثنى هشام الريفي نسعدوا الحفلة بجويش الناس والطاس وستيت العائلة بسين الأصدقاء معارفي وذا مغركيس وصراحة تغادي جن حفل ناجح سوالطاس ونشكر يتص الموقع عن أول خسيتا إيكسين تمارا يوست غانغ ونشكر سوالطاس نقارس إن شاء الله يجن توارا نغنيتك اللي ونزا تبارك الله عليكم. سبحان الله نلانا في خرقان سبحان الله نلانا في عذران سبحان الله نلانا يا رسان أمواتنا شاك فاسر سبحان الله سبحان الله. بمناسبة العيد المولد النبوي أخذت الدعوة من جمعية زغناس حضرت الحفلة، حفلة جيدة ما شاء الله. نتمنى للناس الكل التوفيق والنجاح وإن شاء الله ديما فرحانين. وبالنسبة للجالية المغربية والعربية أجمعين نتمنى لكم مولد مبارك. سبحان الله سبحان الله. بطبيعة الحال نشكى المغربيين نغض ذي مصر من نغضاني تذيبو بطال إكي نغ يحتفلن سجن مناسبة مهمة غنغضي الدين الإسلامي ومناسبة المهمة. يا طيبة جيتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. نتشكر إما زور غنض يوسينس بقوسا بخصوص اسماعيل بالعوش احمد ابو طالب تومات هشام دانغ نشطن اجن ام سياس الاناشيد الدينيه اجن ويناث دا سبحان الطاس